بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمام المسلمين ألا يمن توفيق يمدك قبادة يا هوس العرب مسام إن شاء الله مسألك وأن هنيا من هزلي يتجه هنيا الشركة كما ألا الأولى ما قهنيا توفيق يتجه تسراط المستقيم. آمين يا رب العالمين. هو يمود يمود وندا جميع المسلمين أمامي وقري عند الله يقول أنذر عشيرتك الأقربين. نعم. باب الخوف من الشرك يقول أنه باب الناس أوروني لك الشركة كما يقبات من أنكر أنت مثل ما قال ما يتعوى وفي العادة إفادة. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألا يقول إن الله لا يغفر ألا بايا قافرتها ومتن إن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شركة ببا أكي نفي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ديكي مالمي سنشي هر شيء كرم ما بقى غافر تاتا اما بابا يتجي من هذا يدمي صاحبها مخلد في النار والعياذ بالله. كما اكو ديوا سوسن سني سنوا زوا غورن بوكاي سنوا زوا غورن مالمي سنوا زوا نيمن تيمكو سنا تصماني واني زغا سراتي مي دعواتكم ادعوا لنا كذا كذا. كما تم من غبتر الله ان الله يجي سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي شي داعي إذا دعان إذا دعان الداعي أنا أجيب دعوته وصى غيره با. دمي أكون متكبرين وإن بس كرن الله سبحانه وتعالى هذه ستارة مثل السجيد يكون أدعو أسو متكبرني دن أنا ذو أهديسي من لم يدعو الله يغضب عليه أو من لم يسأل الله غضب عليه كروبا قني يعني شي بقى تنبيه الله gane shi kaman yafi karfi sai sa a tambaya mai wal iyad billah duk wanda ka takabbur na girman kai dan me ka duba gani dan me yake cewa al qanitan khashian wa kanuna khashiin yad'unana raghaban wa rahaba annaba wafa wa kanuna khashiin kake baka tambaya Allah ba sai daga sai wani malami kaman ka sai malamin gane kake a dole ma Allah zai ma abin da wannan malamin ya faɗa la wallahi Allah yujiru wa la yujaru alaihini ba inda za a yi kace Allah yanzu zaka sashi dole ولم يتخذ وليا من الذل يعني من العز اتخذه ما اتخذه من الذل دنيا تيمك عمي فكبره تكبيرا تو لم يتخذ وليا من الذل دنيا نسوروك دنيا يعني وانا ابي ارجع املك ان شيزيد ابي وانا دنيا تشكى شيء لا والله كي هنكري ابا الله سبحانه وتعالى اتنبيش شيء شينا انا ديجي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دون في ان بك شركا با ان شاء الله انا قد اي الله زي يافي شيء ديكي با كومي زي يافي با اكون دي هي شيء وتا ان هوراش an hore shi kaman wanda suke shirkar asar din malam suka ce anan aya ga ta Allah cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi beban bince biya ce shirkun akbar aw shirkun asghar jami'a shirk fi an-nar la yaghfiruhu Allah azza wa jalla da haka malam suka ce wanda suka yi isra'un aya kaman Sheikh Islam Ibn Taymiyyah mutun a ce a samu gashi ya dalada dubunnai da yawa anan iya da alhaki ladan yafi karfin alhakin amma a cikin alhakin da yake sikelan alhakin gurin wuzin alhakin akwai shirka a ciki لابد أن يعذب بها إن الله لا يغفر أن يشرك به أكوي صخرة الشرك أتكون وانا ذنوبا لا تغفر شيئا نفهم عالمي إما ما خلد في النار أما لابد أن يطهر منها يعذب بها إن الله لا يغفر أن يشرك به ما فرق الله قال الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. نعم لكن أكوام على ما يسمى مجلسين شيء وانا أكي نفي الشرك الأكبر ني. أما الشيخ الأزام تنشي إنا تفريقين كده ميكبان بانشي ba mu hujjaka kuma ka san addini qul hatu burhanakum ne babu washin kokolwa babu ijtihad ma wujudan nass malamai sun ce ijtihad ma an nass ga nassan inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa lam yufarriq allah bayna ash-shirk al-akbar wal asghar kai min ayna lak at-tafriq anta kibar al-ulama shaykh al-islam ibn taymiyah muhammad ibn uthaymeen wa man ma'ahu min a'immat ad-da'wa sim muhammad ibn abd al-wahhab al-yanshi wanda wallafa wannan wanda Allah wannan kitabin ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna ash-shirki indai abun da akwai shirka ciki ma yaghfiruhu Allah suwa an asghar aw akbar al-akbaru mukhallidun fi an-nar wal-asghar mudkhilun ila an-nar wal-a'udhu billah nas'al Allah salamata wal afiya dan haka zai zo mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama nan hadisi mai zuwa ba abun da ke tsoro bar dai hadisin ya zo kar mu ce shi. وقال الخليل عليه السلام يا شيخ ابراهيم الخليل عليه السلام وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام الا ككوتني دديانا مبوتا وغنكي يعني الله كمن توفيقي
الله كوفقاني الله كهداني كما قال الله جاء فاتحة اهدنا الصراط المستقيم هداهم الله للعلم والعمل أنعم الله عليهم ذاك أتى سورة النساء الله يكوسه أولئك الذين مع أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كروه لو أجن سمع يقولون باني تجا باني تارة كل إنسان يبكو تارة الدنيا أجن أن بوا اجتهاد الدعوة إلى الله عز وجل اعبدوا الله ما لكم دو أن بوا يأتي النبي وليس معه أندي وشي معه الرجل والرجل وليس معه أحد كروه بعدين وقرأ أن بوا سنن صديقين أبو بكر الصديق قال لي كل يتارة كوكم قال كل إنسان ما أصلا إنايك يدوي أنفق عشي في سبيل الله في الدعوة إلى الله والشهداء سموت في سبيل الله علموا وعملوا أفضل الموت أن تموت في شهادة في سبيل الله الله أكبر والصالحين إلى قيام الساعة كل من اتصف بالصلاح هي شين إبراهيم شيء وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام أي اهديني وأرشدني ونجني يعني وبني ذرية أن نعبد الأصنام هو الذي كسر الأصنام بيده شيء كذا أصنام فأميمته قوما كيف شيء كذا لا إله إلا الله وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر توكا غني أنا دا كم لما أجلس الشرك الأكبر توكا الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء أكتم بيش الشرك الأصغر أكتم بيش الرياء ما لم يسك شيء وانا يا ذا تعلق إلى أبوك له تعلق بالنيات وبالألفاظ وبالأعمال يعني يقول يعني أنيا يا ذا أكيك غني كسنكر يا أكيك نسأل الله السلامة والعافية شين حديث أبو هريرة قافل أنا حديث هي سوما يتاجي يسوما يتاجي أول ما سعر بهم النار نسأل الله أن ينجينا وياكم جميع المسلمين من هذا إي وعن ابن مسعود يشي فقال الرياء يشي الرياء من الرؤيا متين أبو دان أغنش كودان أفدا أجي عننش بايا ننقرن تاردكي هيكي أبن دن يجي kasan anji kai din eh da gangan so kake aji wane malami ne wane mai kudi ne wane mai da'iya ne ila Allah wane mai karanta wane mane kaza ne dudai nasa Allah salamatu wal afiya wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an rasul sallam qala man mata huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar rawahu al-bukhari والمسلمين عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار شين وانا أيضا حجة سوء من يما لم يستي شيخ الإسلام سوء بن عثيمين سنجي تاني قاشي من لقي الله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار يشرك به شيئا كاغني انا سميت الشرك الاصغر ديش اخو ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قاشي اصغر ني امن دخل النار تونن كما قال لي يشرك به شيئا شيئا نكره في سياق النفي او النهي تفيد العموم النكره في صياغ في سياق النفي او النهي تفيد العموم تو قاشي شيئا اي شيء دخل النار يعني كو حسنات زين وانا هي امور شيء وانا شرك ام بيت وبدا شيء با بشرط عدم التوبة أن يتوب تاب الله عليه وإني الغفار لمن تاب سحر رسك توبة زامن النبي صلى الله عليه وسلم ما سبوا شيء كنا الله هي في مسو إننا نظلم أن يغفر ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر السحر كفر والعياذ بالله نعم يعني من لقي الله يشرك به شيئا لم يتب منه إذا تاب تاب الله عليه نقصد مات بغير توبة نسأل الله السلامة والعافية طيب من الباب الأول إلى هذا الباب هذه خلاصة الكتاب فباب التوحيد كتاب التوحيد وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب يعني عرفت التوحيد وحاولت تطبق فضله بترك الشرك والبدع والمعاصي باجتهاد يعني تجتهد في اجتنابها إلا اللمم تمام هذا هو تحقيق التوحيد يعني كحقق أشي بترك الشرك والبدع والمعاصي نعم تو سنقوم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بعد ما اجتهدت وعرفت أنك حققت التوحيد ها بعده من حقق التوحيد دب عليه الخوف حتى لا يبطل ويخرب توحيده يعني هذا حال الصالحين وحال إبراهيم عليه السلام وكل من
قال الله ذكرهم الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة. ذكر الأنبياء قال يدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يخاف من الشرك. باب الخوف من الشرك بعد ذلك قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. سنن يجي إنك كان يتوحيدي كحق قاشي كزور الشركة توهيدا إلى الله عز وجل. يعني شيني وان دقوانا ما هكذا دو الشيخ بود إوازي يكا توحيد دلا دلا توحيدي دلا دلا كم يكاو شركة دلا دلا دل تافن أو نم الأبواب الأربعة هيك. باب التوحيد من حقق التوحيد من باب التوحيد باب فضل التوحيد باب التوحيد باب فضل التوحيد باب من حقق التوحيد باب من خاف من الشرك باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يعني خمسة أبواب خلاصة الكتاب الخمسة الأبواب هذه. بعد ذلك الشيخ بيفصل في قضية إيش التوحيد المجرد في التفصيل هنا المحك. يعني إجمالا كل الناس مسلمون ما عندهم مشكلة التوحيد والشرك عادي. نعم الحمد لله الحمد لله. تعال في التفصيل لأن التفصيل اقتضي شيئين لا بد إذا طبقناه أن يطلع الرجل المشرك يحدد مكانه وأن إيش أن تقام عليه الأحكام. هنا المحك. حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه في بداية الدعوة وافقوه على ذلك عندما جاء السيف وحكم على هذا كافر بكتاب الله وسنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. هذا الذي أتى به في الكتاب هذا من أوله إلى آخره لم يأتي بشيء من عنده إلا الأبواب فقط. يعني استنبط مسائل لكن أصول المسائل في الكتاب والسنة. لذلك يا أخوان خمسة أوراق حيرة العالم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أوراق الباقي كله شرح للتوحيد أما شرح للشرك يعني تفصيلي. هذا الكلام الذي مضى كله إجمالي. الآن الشيخ سيأتينا بالتفصيل جزاه الله عنه وعن المسلمين خيرا. قال باب من باب 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 الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وأن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه أي البخاري ومسلم. ولهما عن سهل أي البخاري ومسلم أن سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم يلوكون أي يخوضون سك جادري يعني باتوا يخوضون ليلتهم كل ما في نوم من كل هذه منزلة ما وجدها أحد يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا إله إلا الله. والعلماء لهم كلام يعني طويل في هذا الباب لكن نأتي نأخذ الزبدة مكربية عن خلاصة شعبنا أي جزء أو صلاة يجي باب الدعاء إلى شهادة الله كاغاني قسكيا كمن أصول الثلاثاني العلم والعمل والدعوة والصبر. يعني العلم والعمل والدعوة والصبر نفس التقسيم هنا توحيد فضل التوحيد حقق التوحيد خاف من الشرك دعا إلى الله عز وجل خاف على نفسه وعلى من معه من الناس ومن يأتي بعده من ذريته ومن يقرأ يعني ما ألفها تجد كل أهل التوحيد حريصون
على الناس أن يوحدوا الله عز وجل. وأولهم هذه الدولة المباركة والدعاة مثل هذه المكاتب الجيدة أم الحمام ومن معهم جزاهم الله خير المعذر جزاهم الله. هذه من جهودهم جلسنا نتكلم في هذه المسألة. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن نؤخر الشرح إلى الجلسة القادمة بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خير والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.